ينضم إلينا من عمان محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا سركيس. بداية، العديد من التصريحات وهنالك نوعا ما تضارب في التصريحات حول السياسة المتبعة من الفيدرال الأمريكي خلال الفترة المقبلة، كيف تؤثر هذه التصريحات على مسيرة الدولار خلال بداية تعاملات هذا الشهر؟ صباح الخير. بالفعل شهدنا توتر كبير في الأسواق المالية على مدى تداولات هذا الشهر، وحتى أننا شهدنا مع بداية هذا الأسبوع توقعات الأسواق لقرار الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بتباين كبير، فكان من يشير إلى احتمالية رفع الفائدة ب 75 نقطة، لكن البعض الآخر كان يشير إلى احتمال رفع الفائدة ب 50 نقطة، إلى أن جاءت بيانات يوم أمس لبيانات الوظائف في القطاع الخاص في الولايات المتحدة، والتي أنعشت توقعات أن يتم رفع الفائدة ب 75 نقطة أساس. لكن مع انتظارنا يوم غد الجمعة لبيانات الوظائف الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تشير توقعاتها إلى احتمال استقرار البطالة عند 3.7%، نلاحظ تذبذب كبير في تحركات الدولار على مدى هذا الأسبوع. انخفض الدولار كما تفضلت في حركة تصحيحية هابطة ليفقد نحو 1%، لكن بشكل عام ما زال الدولار الأمريكي قوي أمام سلة العملات، وهذا بفعل توقعات استمرار الاحتياط الفيدرالي برفع الفائدة حتى منتصف العام المقبل على الأرجح. نعم، إذا سركيس ماذا عن اليورو؟ يعني لاحظنا حالة التذبذب بأداء اليورو يقترب من نقطة التعادل من جديد، هل فعلا سيحقق نقطة التعادل أم الأنباء تذهب يعني حول خسارة مستويات جديدة لأداء اليورو في ظل الارتفاعات في معدلات التضخم والركود الاقتصادي؟ في الحقيقة أعتقد بأن اليورو حتى لو استمر بارتفاعه فهو ضمنيا في اتجاهات هابطة. اليوم صدرت بيانات اقتصادية من ألمانيا أثبتت انكماش الطلبات الصناعية بواقع 2.4% على غير المتوقع، وكما نحن نعلم اقتصاد ألمانيا هو الأكبر في منطقة اليورو. بالتالي أعتقد بأن المركز الأوروبي سيستمر برفع الفائدة، لكن هذا الرفع بالفائدة قد لا يضاهي توجهات الاحتياط الفيدرالي الأمريكي الذي سبق المركزي الأوروبي وسيستمر أيضا برفع الفائدة. بالتالي ارتفاع اليورو أعتقد قد يستمر على المدى القصير، لكن على المدى الأبعد كالمدى المتوسط والطويل فباعتقادي اليورو ما يزال ضمن اتجاهات هابطة حتى لو قام المركزي الأوروبي برفع الفائدة، وهذا لاعتقادي الشخصي بأن منطقة اليورو تتوجه للركود في الربع الرابع الحالي من هذه السنة. نعم، وماذا عن الجنيه الاسترليني؟ فعلا راينا تدخل بنك انجلترا، لكن يعني الجنيه لم يعني يرتفع بالشكل المطلوب او المرجو منه، اذا الجنيه الاسترليني يواجه الضغوط لا يزال كاليورو يعني. بالفعل الجنيه الاسترليني حتى لو ارتفع بشكل كبير نسبيا خلال هذا الأسبوع ليتم تداوله عند الدولار و13 سنتا أمريكي بعد أن لامس أدنى مستويات تاريخيا عند دولار و3 سنتات، لكن كل هذا الارتفاع لم يأخذ الجنيه الاسترليني إلى مستوياته المعتادة، وأتحدث هنا عن متوسطات السعر السنوية. الجنيه الاسترليني قد يحاول الاستمرار بالارتفاع، لكن لا يجب أن ننسى بأن بنك إنجلترا المركزي نفسه لا يستبعد أبدا أن يدخل اقتصاد المملكة المتحدة في ركود اقتصادي طويل الأمد قد يبدأ خلال الربع الجاري من هذه السنة. بالتالي بنك إنجلترا المركزي بالفعل قد يتوجه لرفع الفائدة، لكن بسبب الضعف الاقتصادي المحتمل قد تبقى ارتفاعات الجنيه ما دون المستويات المعتادة له أمام الدولار الأمريكي والعديد طبعا من العملات الأخرى. نعم سركيس، لابد من الحديث حول الين الياباني، إذا لاحظنا تحركات جيدة للين الياباني في ظل قرارات من البنك المركزي الياباني، ما هي التوقعات لأدائه خلال الفترة تحديدا يعني خلال تعاملات الأسبوع المقبل بالتحديد؟ بالفعل الين الياباني أحد العملات التي تلفت أنظار المتداولين في الأسواق المالية بتداوله عند 144 ين للدولار الأمريكي الواحد. سبق وأن انخفض الين الياباني بشكل كبير أمام الدولار الأمريكي والعديد من العملات الأخرى، وإذا قارنا سياسات بنك اليابان مع سياسات الاحتياط الفيدرالي الأمريكي سنلاحظ بأنها متعاكسة تماما. الفرق في عوائد السندات الأمريكية عن نظيرتها اليابانية أمد استحقاق 10 سنوات أكثر من 330 نقطة، مما يشير
إلى تدفقات نقدية خارجة من اليابان ومتوجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مما قد يبقي على الضعف العام في الين الياباني. لكن مؤخرا لاحظنا بأن بنك اليابان، حكومة اليابان أبدت بأنهم غير راضين عن الانخفاض الكبير في الين الياباني. لذلك رغم اعتقادي بأن الاتجاه الهابط قد يستمر، إلا أن هذا الاتجاه الهابط رهن في أن لا تتدخل حكومة اليابان أو بنك اليابان المركزي، لأن تدخلها قد يتسبب بعودة الارتفاع بشكل مؤقت للين الياباني أمام العديد من العملات التي منها الدولار الأمريكي. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيز نزار، شكرا لك على كل هذا الشرح الوافي.